للمزيد من المعلومات ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود عصام الناقد الرياضي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا. يعني هذه الجولة لقاءات صعبة ربما ليست سهلة، خصوصا لو نتكلم على الأهلي والزمالك. اليوم الأهلي سوف يقوم بمواجهة غزل المحلة، وهو الفريق الذي استطاع أن يهزم الأهلي والزمالك أيضا في الموسم الماضي، وأيضا الزمالك أمامه مباراة ليست بالسهلة بالمرة أمام البنك الأهلي. توقعات حضرتك لهذه المباريات؟ مباراة غزل المحلة تكون طبعا صعبة على الأهلي بسبب الملعب وضغط الجماهير اللي هتشوف لأول مرة من فترة مباراة الأهلي وغزل المحلة بوجود جماهير. كمان الملعب بيكون بيعمل نفس قوي للاعيبة المحلة اللي شايفينهم من أول الموسم مع كابتن محمد هدى مقدمين مستوى جيد. كمان الماتش هيكون في أجواء الهواء هيكون شديد في المحلة، فده هيأثر طبعا على الأهلي في طريقة لعبه بتعتمد على التحكم في الكورة، وده هيأثر عليهم كتير على عكس غزل المحلة اللي هيلعب طبعا زي ما احنا متوقعين دفاع منطقة. كل ده هيأثر على الأهلي، لكن قدرة لعيبة الأهلي والأداء والحالة البدنية والفنية اللي وصلنا لها من أول الموسم ممكن تسهل عليهم الماتش، وخصوصا لو جه جول بدري ده هيفتح خطوط المحلة اللي هيكون عايز يعوض النتيجة. هل هيكون في تغييرات بالنسبة للأهلي لإراحة بعض اللاعبين خصوصا بعد المجهود البدني المبذول في المباراة السابقة؟ أغلب التغييرات اللي ممكن تكون هيكون أكرم توفيق يكون مكانه محمد هاني، وغياب حمدي فتحي اللي بيفكر فيه موسيماني يعوضه ببدر بنون أو رام ربيعة في القلب. كمان ممكن نشوف حسام حسن في الهجوم مع أفشة وشريف. كل دي تغييرات متوقعة ونستنى نشوف. طيب وبالنسبة لنادي الزمالك أمام البنك الأهلي توقعات حضرتك لهذه المباراة وأيضا التشكيلة المختلفة سواء للأهلي عفوا للزمالك أو للفريق الذي يواجهه البنك الأهلي؟ بالضبط الزمالك أبرز اللي هيكون موجود هو عودة حازم اليمنى للجبهة اليمنى بعد المستوى الضعيف اللي ظهر بيه حمزة الأهلي، وظهر ان الترترون عايز يجد حل. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمود عصام الناقد الرياضي على هذه المداخلة.